معكم انا نصر موقع عرفنت كوم. في موضوع النهارده اقدم افضل في بي ان تقدر تستخدمه على النظام الويندوز عن طريق جوجل كروم او عن طريق فايرفوكس او حتى على انظمه الاندرويد او على اجهزه الماك. الاضافه اسمها هولا دوت اورج او الموقع اسمه هولا دوت اورج. ده من خلاله بينزل بلجن على المتصفح انت بتستخدمه. لو انت بتستخدم جوجل كروم فهتلاقي هنا متاح الاختيارات، فانا لو تعمل اضافه لجوجل كروم فاعمل اضافه من هنا. الاضافه دي بيستخدمها لو كنا لاحظنا هتلاقي بيستخدمها 2 مليون شخص او 2 مليون يوزر. هنا دلوقتي الاضافه بدات في التحميل اهيت وانتهت دلوقتي، تمام اتثبتت اهيت هتنزل معاك بالمنظر ده كده. فخلاص دلوقتي لو انا عايز اشغلها فبضغط عليها، اول ما بتشغلها بتنزل معاك بالمنظر ده كده. هنا بيجيب لك شويه اختيارات، بيقول لك ديت افضل المواقع او اعلى مواقع زياره من مصر عن طريق الفي بي ان دوت. طب لو انت عندك موقع مثلا عاوز تعمل له اكسس يكون خاص بيك ومش موجود في القائمه دي هتعمل ايه؟ بيقول لك هنا انتر يور سايت تو اكسس. فانا مكتوب مثلا هنا www.عرفني.com مثلا، بعد بضغط انتر دلوقتي المفترض اللي هو هيفتح الموقع عرفني.com عن طريق اي بي امريكي. تمام، زي ما واضح كده دلوقتي انا شغال على موقع عرفني.com اهوت عن طريق الاي بي الامريكي زي ما واضح. طب انا عايز اغير الدوله اشوف دوله تانية، فباجي من هنا بختار اي دوله اخرى زي ما انا حابب. الاضافه دي بتوفر لك عدد سيرفرات هائل تقدر تستخدمه. تمام، كل ده بحاجه مجانيه مفيش اي مشكله. طبعا تقدر تتعلم من السيرفر ده شغال او لا، وهنا تقدر تتعلم اللي هو مش شغال عشان تقدر تفيد الناس التانيين. تمام، الموضوع بسيط جدا. حتى لو جينا مثلا شفنا انظمه الاعلانات اللي كانت ظاهره دلوقتي، كل الاعلانات اللي ظاهره اعلانات امريكيه مش اعلانات اللي هي العربي. لو انت حابب تظهر من هنا، طب الفي بي ان ده هيفيدك في ايه بعد كده؟ الفي بي ان ده بعد كده هيفيدك لو انت مثلا حاجه على الفيسبوك عاوز تفتحها ومتطلبه اي بي امريكي، ودي قابلتنا في كذا شرح قبل كده. لو مثلا موقع محجوب عاوز توصل له، لو مثلا فيديو على اليوتيوب محجوب في البلد الخاصه بيك وعاوز توصل له بيبقى عن طريق الفي بي ان دوت. الاضافه ديت او الموقع دوت يعتبر افضل في بي ان انا استخدمته، لانه بيغنيك عنك تحمل في بي ان على الجهاز الخاص بيك، وبرضك بيغنيك عنك تستخدم مواقع البروكسي. تمام، يا رب كنت توصل الفكرة. كما هو أنا نصي موقع عرفني تكون رابط التحميل الإضافة أو رابط تحميل الموقع أو دخول الموقع هتلاقيه تحت الفيديو الخاص بالشرح. لو أنت بتشوف الموضوع على اليوتيوب لازم هتدوس على اللينك اللي تحت الفيديو هيوصلك على الموقع. لو أنت بتشوف الفيديو على الموقع هتلاقي لينك التحميل على طول مباشر تحت الفيديو. تمام، يا رب كنت توصل الفكرة. في النهاية متنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتعمل اشتراك للقناة عشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة، وتعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك عشان تتابع المنشورات اللي بننزلها بشكل يومي، وتقدر تشترك بالنشر البريدية للموقع عن طريق كتابة الايميل الخاص بيك هنا وتضغط اشتراك، او تتابعنا على كل مواقع السوشيال ميديا الفيسبوك يوتيوب جوجل بلس تويتر.